بوم اف ام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. عايز اتكلم النهارده عن السواقه. وانت سايق عربيتك كده هكلمك شويه عن السواقه، او انت سامعني في بيتك لما تنزل تسوق بعد شويه، اسمع كده يعني وصيه لنفسي ووصيه لحضرتك، لان السواقه دلوقتي بقت انهيار عصبي في وسط الزحام اللي احنا فيه. فبدل ما الواحد يرجع بيته متنرفز ومتعصب وتعبان ويبدا يعني يعامل اهل بيته بطريقه مش كويسه بسبب عصبيه الطريق، هقول لك على ثلاث افكار كده الواحد يفكر فيهم وهو سايق علشان يرجع وهو هادي جدا جدا. وده مش كلام على فكره مثالي او نظري، احنا في الاخر احنا اللي بنتضرر، والواحد بيعجز بدري بسبب العصبيه بتاعه الطريق. فهقول لك على ثلاث افكار كده ان شاء الله يكونوا سهلين ويتطبقوا من النهارده باذن الله. مبدئيا في السواقه كده، رقم واحد، مفيش حد مستقصدك. يعني الشخص اللي كسر عليك النهارده او امبارح او هيكسر عليك بكره هو مش مستقصدك. فلان ابو عربيه رصاصي اللي كسر عليك ده ما كانش ناوي وهو نازل من بيته يكسر عليك، انما حاجه من الاثنين، يا اما هو انسان واخد السواقه بلطجه وانسان ظالم وبيسلب الناس حق الطريق بسواقته اللي مش كويسه، فده ظلمك وسلب حقك. اوعى تطلع دماغك وتشتمه وتاخد سيئات، استنى يوم القيامه هتفاجئ بيه، ربنا سبحانه وتعالى شافه والملائكه كتبت، وهتاخد من حسناته او ياخد من سيئاتك. فاصبر شويه، ربنا بيعلمك الصبر، وفي حسنات مستنياك يوم القيامه. ولو كان كسر عليك وهو مش قاصد، معلش سامح، المسامح كريم، سامح عشان لما تغلط انت كمان وانت سايق ربنا يبعت لك واحد طيب وحنين يسامحك. فيبقى اول حاجه في السواقه مفيش حد مستقصدك. رقم اتنين، لو مشيت غلط بالعربيه دي معصيه، فيها سيئات هتتحط في ميزان السيئات يوم القيامه. ليه؟ لان اهل العلم بيقولوا في هذه الايه واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يعني طاعه ربنا فريضه وطاعه سيدنا محمد فريضه وطاعه اولي الامر فريضه. فقالوا مين اولي الامر؟ قالوا اولي الامر هو القانون. فلو القانون بيقول تمشي كده ما تمشيش العكس، لو انت كسرت القانون دي معصيه هتلاقيها يوم القيامه في ميزان السيئات. وخد بالك ميزان السيئات بيحس بالذره، وممكن الانسان يوم القيامه يبقى سيئاته اتقل من حسناته بمثقال ذره، وربنا يستر على ميزان سيئاته اتقل من ميزان حسناته. عشان كده خد بالك، اوعى تمشي غلط بالعربيه او تركن صف تاني وتسلب الناس حق الطريق اللي ماشي، لان خد بالك لما بتركن صف تاني بتضيق الطريق. وسيدنا محمد لما اتسال عن حق الطريق قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو انت سادد الطريق واقف صف تاني والدنيا زحمه بسببك، انت كده انسان مؤذي. وهقول لك حاجه، اللي بيمشي غلط او يقف غلط، عايز اقول له على معلومه يفتكرها كده قدام عينيه لما يجي يغلط الغلطه دي، انت بتخاف من الانسان اكتر من ربنا. انت التراب اللي هو الانسان اعظم في قلبك من ربنا، لان لو كان العسكري او الضابط واقف والله ما كنت هتخش غلط، لكن ربك هو اللي شايف، فلم تعتبر برؤيه رب العالمين راجع نفسك كويس. يبقى اول حاجه ما حدش مستقصدك، تاني حاجه لو مشيت غلط دي معصيه، تالت حاجه جرب تبتسم، بالذات لو غلطت او كسرت على حد جرب تعتذر. على فكره المصريين طيبين، والابتسامه بتشيل حاجات كتير من جواهم من مشاعر الغضب. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. مش هتعرف تصرف على الناس كلها بفلوسك، لكن تعرف توزع ابتسامات. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، مبتسم يعني. وزع ابتسامات وانت ماشي، بالذات لو غلطت وانت سايق، عشان تبقى انت اللي هادي وتروح ريلاكس كده ومش شايل هموم الدنيا بسبب السواقه اللي بقينا نقول عليها دلوقتي السواقه بلطجه. لا، السواقه ذكر، السواقه ابتسام، السواقه واحد ماشي صح، السواقه واحد مش منافسن على اللي حواليه وكلهم مستقصدينه، عشان تروح وانت هادي. والسواقه ما تخليكش تعجز بدري، وربنا يهدينا وياخد بايدينا، وربنا معاكم، الحمد لله رب العالمين.